مع اقتراب فصل الشتاء شد مهندسو وفنيو شركة كهرباء القدس سواعدهم وبدأوا بتفقد الشبكة وفحصها حتى ينعم المشتركون في مناطق امتيازها بشتاء دافئ. فترة الصيانة تقريبا شهرين، كل عام بنبلش في بيت فجار المحاجر ثم بيت لحم ثم رام الله ثم أريحة، عشان الكهرباء ما تقطع في فصل الشتاء قدر الإمكان. دائما إحنا عندنا المشتركين أهم من إشي عندهم ما تقطع الكهرباء لفترات طويلة. عملت الشركة طيلة السنوات الماضية على تطوير الشبكة وتقويتها حتى لا تتعرض للتلف ولتحافظ على استمرار وصول التيار الكهربائي للمشتركين طيلة أيام السنة بجودة عالية ومستقرة، خاصة في فصل الشتاء الذي تزداد فيه العواصف وتغيرات الطقس. ولكن سرقة الكهرباء والتعدي على الشبكة من قبل بعض الأشخاص يؤدي إلى انكشاف الكوابل وتلفها وفقدانها خاصية العزل، فتعرضها لمياه الأمطار يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي المفاجئ. قبل فصل الشتاء الشركة تقوم بأعمال يعني اللي هي تفتيش لخطوط الضغط العالي والمزودات الرئيسية ومحطات التحويل لاكتشاف يعني مناطق الضعف والخلل يعني على هذه الخطوط. بالحقيقة موضوع السرقات يعني هي موضوع مهم جدا، أثرها الحقيقة سلبي يعني على الشركة وعلى المشترك بنفس الوقت، يعني وهي هدر الحقيقة للمال العام وتؤدي إلى تلف الحقيقة المحولات والشبكات في المنطقة يعني التي تتركز فيها هذه السرقات. وبالتالي يعني الشركة يعني قامت بعقد ورشة عمل منذ يعني شهر تقريبا يعني لتسليط الضوء على هذه الظاهرة ودق أيضا ناقوس الخطر. هنا على أبراج وأعمدة الكهرباء العالية يواصل مهندسو وفنيو الشركة عملهم مع مراعاة شروط السلامة المهنية. يقومون بأعمال الصيانة وغسل الشبكة من الأتربة وقص أغصان الأشجار الملاصقة لها وفحص عناصر تثبيت العوازل حتى لا تتعرض للتلف بسبب الأمطار والرياح وتقلبات الطقس. تقوم الشركة بعمل صيانة دورية قبل فصل الشتاء على كافة خطوط الضغط العالي، من غسيل عوازل الضغط العالي، من قص شجر للقريبة الضغط العالي، وتغيير نهايات كمان للضغط العالي للكوابل، يعني يتم فحص الأبراج، أي برج يكون عليه مشكلة برج بيكون فحصينه. عمليات الصيانة تتم على وجه السرعة وبإتقان عال حتى يعود التيار للمشتركين في وقت قياسي. في اليوم الذي يكون عندنا صيانة في المنطقة نحرص جيدا على إرجاع الكهرباء في أسرع وقت ممكن للمشتركين. في القدس ورام الله وبيت لحم وأريحة تعمل الشركة المقدسية بشكل حثيث لضمان استمرار وصول التيار الكهربائي للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع ربط جديدة واستثمار بالبنية التحتية لضمان استقرار جودة التيار الكهربائي بسبب التوسع السكاني وازدياد الطلب على خدمة الكهرباء. هذه المشاريع يعني دائما ارتباطها يكون بمرونة النظام الكهربائي وموثوقية تزويد أيضا النظام الكهربائي للمشتركين، تعزز طبعا اللي هي المشاريع الأساسية هاي اللي هي الربط الحلقي يعني ما بين الخطوط، وبالتالي يعني لا يكون هنالك اعتماد على مزود واحد. أيضا موضوع تمكين البنية التحتية من ناحية اللي هي محطات التحويل وزيادة وإضافة يعني اللي هي محولات جديدة أو تكبير محولات قائمة، هذا أيضا يتيح يعني ويزيد من مرونة الحقيقة النظام الكهربائي. موضوع أيضا مهم جدا اللي هي استيعاب الأحمال المتنامية والأحمال الجديدة من خلال اللي هي تكبير الربط مع مصادر التزويد المختلفة. تبذل شركة كهرباء القدس كل جهد ممكن لتطوير شبكتها والحفاظ عليها من التلف وتطوير قدرات طواقمها ومهندسيها ومعالجة أي انقطاع على وجه السرعة لضمان شتاء دافئ وآمن لمشتركيها بالرغم من سرقة التيار الكهربائي من قبل البعض.